لا يبان الحبات في الكحل روح جد هذا هو. واحد ما يقول لك الرقم الفلاني هو سي افون تو سي ان جو دو فروي هذه الشعبة تتقدم من سنة إلى أخرى من حيث المساحة، من حيث كمية الزيتون. إذن لازم ولا بد مثل هذه اللقاءات باش نخصوا جزء كبير لجودة المنتوج اللي هو الآن حاليا في الجزائر ما زالت له عمل. يعني إن شاء الله مثل هكذا اللقاءات راح تكون تفيد هذه الشعبة من حيث جودة زيت الزيتون. هذا الملتقى تكويني لصالح الصحفيين بتأطير من أساتذة جامعيين وعندهم خبرة ما شاء الله، وربما راح يستفادوا والاستفادة نتاعهم راح ترجع بالفائدة على العملية كعملية كامل.